بسم الله الرحمن الرحيم. الصورة التالية توضح يعني محطة كهربائية أو وحدة في محطة كهربائية تستخدم الستيم. نحن نعرف أنه عندنا عدة طرق لإنتاج الطاقة الكهربائية، من أهم هذه الطرق اللي هي المحطات البخارية. المحطات البخارية باختصار هي عبارة عن وحدات أو توربينة تستخدم البخار أو بخار الماء لتدوير التوربينة ومن ثم إنتاج الطاقة الكهربائية. فالشرح على الصورة كالتالي: أولا ممكن كلنا نلاحظ أنه هنا مكتوب كلمة كول أو أي مصدر آخر للطاقة الغير متجددة في هذه الحالة، اللي هنا الفحم الحجري. ممكن يكون مكان الفحم الحجري الزيت أو الغاز الطبيعي، ومهمة هذا الوقود هو فقط لحرقه ثم الحصول على مصدر حرارة. عند لاحظ السير إن تمرير الفحم، بعد ما يتم الحصول على الفحم ومن ثم حرقه، حرق هذا الوقود راح ينتج لنا حرارة في منطقة البويلر أو الفرن أو الغلايات. ففي هذه المنطقة راح تمرر أنابيب فيها ماء طبيعي، ممكن يكون مصدر هذا الماء من أي مصدر مائي قريب كالنهر مثلا. يتم تسخين هذا الماء فيتحول إلى بخار. ناخذ لاحظ مسار الماء من هنا ثم يتحول إلى بخار عند دخوله إلى الفرن. ناخذ هذا البخار ويتم ضغطه خلال أنابيب ثم ضخه على ريش التوربينة. هذه هي منطقة التوربينة أو التورباين. عندما نحصل على بخار مضغوط فإنه سوف يدور هذه التوربينة، وهذه التوربينة مرتبطة طبعا بالمولد الكهربائي، أو المولد الكهربائي مرتبط بعمود الدوران الخاص في التوربينة، فمما يؤدي إلى دوران المولد وإنتاج الطاقة الكهربائية. ثم يتم تحويل أو رفع جهود الناتجة عن المولد الكهربائي ونقلها إلى الشبكة الكهربائية أو خطوط النقل الكهربائية. إذا المكونات هي الفرن أو البويلر أو الغلايات، ثم التوربينة، ثم المولد. ولو تلاحظ هنا عندنا حاجة اسمه الكوندنسر، اللي هو أن البخار الفائض سوف يتم تحويله إلى ماء عن طريق تكثيفه، ثم إعادة هذا الماء لمصدره، أو يمكن استخدامه مرة أخرى وإعادته إلى الغلايات والحصول على بخار. هذا باختصار مبدأ عمل المحطة البخارية. شكرا لكم.